أحييكم من مدينة بشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا. نتعرف في هذه الجولة على سوق الجلود، حيث يصنع كل شيء هنا من الجلد، منتجات حاصلة على شهرة عالمية وذات جودة مميزة. نحصل على الجلود من مختلف المناطق في باكستان، ونحن في بشاور نعمل على تجهيز الجلد، ونحصل على طلبات من دول مختلفة، ولا سيما الأوروبية الباردة جدا. كما نعمل أيضا على إعادة تصنيع الجلود القديمة بحسب الطلب. العمل هنا يزداد بشكل مضطرد مع بدء فصل الشتاء وزيادة الطلب على الجلود ومنتجاتها، لا سيما وأنها منتجات يدوية الصنع. للجلود واستخداماتها الكثير من الفوائد لجسم الإنسان، كما أن الدول الأوروبية والأجنبية تعلم بهذه الفوائد، لذلك يكثر استخدامها لهذه المنتجات. تنتشر في هذه الأزقة محال المنتجات الجلدية التي تباع هنا وتصدر أيضا لدول أجنبية وأوروبية. بكر يونس، بشاور، الميادين.